السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة والعوايد جيتكم فيديو جديد. فيديو هذايا في بلاصة مزيانة برشا هاكم تشوفوا. بالنسبة للفيديو هذايا نحب نحكي فيه مع الجماعة اللي باش يبداو يصبوا لي دوسيي نتاعهم في كومبيس فرونس. نحب نعطيهم نصيحة. النصيحة هي تتمثل في أنه ماذا بكم ومن المستحسن أنكم تصبوا لدوسية متاعكم. بالمستحسن أنكم تصبوا لدوسية متاعكم في كومبيس فرانس أول ما يحلوا. هما كل عام يحلوا الدات نتاع الكونديت ديور مثال الاكثر قاعدين يحلوا ما بين سبتمبر وديسمبر حتى كشي لافريل حتى كشي فيفري مارس افريل انت والنيفو الجديد نتاعك. انا نصيحة اللي نعطيها لكم كونك تصب على بكري. معناها هما يحلوا في سبتمبر انت ماذا بيك في ديسمبر تبدا صاب دوسيك وتستنى في الانترتيان. هذه نصيحة راني نعطيها للناس كل جماعة الال ان البريمير اني ليسونس وبقية لي نيفو كيف كيف. تعدي التي سي اف نتاعك، تعمل الكونت باستيل نتاعك، تحل الكونت في الانترنت، تترجم وراقك، تصبهم، تخلص كل شيء تعمله ماذا بيك على بكري. علاش عندك حاجة مهمة برشا برشا الناس ما يعرفوهاش وحتى جماعة على الناول. شوف محلهم ميتلهم خبز مشاو ياكلو. معرفش انا هلا انت ولا يذكر حسبهم هما. عايزين نتشربوا شويه خبز. جاو جماعة قلنا هاي طلعت البطة حسب ال باهي فما برشا عباد يجوني كل عام قاعدة تصير الحكاية هذي كونهم يقولوا لي رانا ما تقبلناش في الفترة الفلانية والسبب متاع اللي ما تقبلناش بيه هو انهم سيأخذوا العدد الكافي متاع الاستوديون اللي باش يقراو في الفورماسيون هذيك. باه في الحالة هذه اللي كنت نحكي لكم عليها نفسر لكم فيها كونهم لي فاكولتي راهو ما يستناوش كومبيس فرونس باش تبعث لي دوسي وما يستناو كاش انتي باش تكركر وتصب في اخر وقت وتبدا تستنى في الانترتيان تعمل الانترتيان في اخر وقت وتصب دوسيك في اخر وقت. راهم لي فاكولتي ياخذوا العباد على بكري حسب الوقت اللي عاملينه باش يعملوا باش يدرسوا الدوسيات اللي باش يتصبوا عندهم. معناها ما يقعدوش يستناو فيك انت تكمل في الباك نتاعك ولا فاش تعمل ولا تعدي في الامتحانات كما نقول لهم راه نقول له صب في ساعه في ساعه يبعث لي يقول لي وقتاش نصب نقول له راهو من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. اما ماذا بك تصب بكري يبدا هو يكركر بعد يرجع لي يبدا يسال فيا في اسئله اخرين وانت شنو هو مازال ما عمل حتى شيء والوقت قريب يشوف ويقول لي من زعما نخلط وزعما ما نخلطش وزعما ما نعرفش شنو هي. حصيروا مشكله
لازمكم، هاني نعطيها نصيحة للناس الكل، لازمكم تصبوا دوسياتكم من الأول، تعملوا لونتر فيها من الأول، كل شيء حاضر من الأول، ما تبداوش تكركروا، لا تقول لي لا عندي ما نعمل، لا وحلت، لا ما نعرفش شنيا، هذا هو، ماذا بكم كل شيء على بكري، هذه نصيحة اللي نحب نحكيها للناس الكل، ماذا بكم تكونوا فايقين، نحبك فايق والأختي كما يقولوا فيها، ماذا بيك تعمل كل شيء على بكري، تستنى الرزلتا على بكري، حتى كان قبلوك ولا حاجة تبدأ محضر روحك نفسانيا، ومحضر روحك معنويا، ومحضر روحك ماديا، وكل شيء محضر روحك من نواحي الكل، تبدأ تركح في الجو وتشوف تختار كذا من شنية مش نعمل من بعد، شنية اللي طابلي بعدها، شنية كل شيء، تلقى روحك أمورك باهي. هذا الفيديو اللي حبيت نحكي لكم فيه الفازة هذه، بحكم برشا عباد قبلكم تعدات وحصلت فيها، وبرشا دي فاكولتي يجاوبوا من نوع هذايا، والله كي يجاوبوك يقولوا لك مثلا نيفو دو فرونسي انسيفيزون، معناها نيفوك في الفرونسي ناقص، هذاك علاش ما قبلناكش، نيفوك في الفورماسيون ناقص، هذاك علاش نيفوك نيفو اكاديميك نتاعك تعب، والله تقبل ما نعرفش، ما عندكش نيفو في اللونجلي ونحنا طالبين نيفو في اللونجلي ما قبلناكش، والله تتعدى. اما يجاوبوك يقولوا لك انا صحيح قبلنا عباد ومام با غزرنا للدوسي نتاعك، وقتها تقلق تقول خسرت شوا من الحيط. هذا هو اللي حبيت نفسره لكم بالنسبه للفيديو بشاوت هاو في الشان، اللي عنده سؤال ولا حاجه يخليه تحت الفيديو، يخليه في كومنتير تحت الفيديو، نحاولوا نجاوبوه في اقرب وقت. بالنسبه اللي حاب ينصحنا في حاجات في الفيديو ما عجبتوش في الفيديوهات ولا حاجه، ولا ينصحنا باش نعملوا فيديو في حاجه معينه ولا مش فاهم حاجه، يكتب كيف نحاولوا ديما نحسنوا، نحاولوا ديما نعاونوا العباد، نحاولوا نعاونوا بعضنا، وربي يسهل الناس كل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.